اخطاء اتحاد كرة القدم الحقيقة عرض مستمر، هل استمرارهم في الفترة القادمة صبري قد يؤدي الى مزيد من الازمات لمنتخب مصر ويهدد تجربة كابتن حسام؟ والحمد لله الانتخابات قربت، ما فضلتش عليها كتير، سبع يعني شهور تقريبا. يعني انا بعتبر ده مسير للاعمال اكتر منه حاجه صحيح. اخرى هو من يوم ما جه هو مسير للاعمال الحقيقة. يعني ما شفناش اي بلان او اي استراتيجيه او اي حاجه تقول ان الناس اللي موجوده في اتحاد الكوره عندها ما تقدمه. شفنا اختيارات عجيبه في سواء في منتخب مصر، من اول الاستغناء عن كيروش اللي كان غير مبرر الحقيقه، وكان بس للمزاج الاعلامي ان هو احنا ما بنلعبش كره حلوه، فجبنا مدرب شفنا ان هو بيلعب كره حلوه بس، او اتقال له احنا عايزين نلعب كره حلوه. طب انت بصيت على الراجل ده قبل ما يجي، شفت نتائجه كانت عامله ازاي، شفت هو دفاعيا في الانديه اللي هو كان بيدربها وهي انديه كبيره كان بيستقبل عدد اهداف قد ايه، وان دفاعه دايما مفتوح. فانت في المنتخبات ده هينفع معاك ولا لا؟ منتخب مصر اصلا كشخصيه منتخب كان بيحقق نتائجه وهو في المراحل اللي هو او الاجيال اللي كان بيتفوق فيها دفاعيا جدا، هل ده كان في اعتبارك وانت بتفاوض مدرب زي روي فيتوريا اللي هو ما كانش برضه عنده اي سي في مع منتخبات قبل كده ولا عمره درب في افريقيا؟ فاحنا بنتكلم في ناس يعني بتختار بعشوائيه، ما فيش اسس بيتم الاختيار عليها. حتى مع احترامي الكابتن حسام حسن، هو برضو احنا لحد امبارح اول امبارح بالليل كنا بنتكلم عن مدرب اجنبي، نمنا وصحينا عارفين انه عاملين نقول هيرفيري النهارده ولا نرجع كيروش ولا بتاعه يعني ولا نرجع كيروش ولا، فاحنا نمنا وصحينا لقينا الكلام كله اتغير في ثانيه وكابتن حسام بقى موجود. انت حتى ما اديتش نفسك فرصه ان انت تفكر هتجيب مين، فالراجل كابتن حسام فجاه بقى مدير فني للمنتخب ولسه ما اختارش حتى جهازه. فانت كان ايه حتى وجه الاستعجال؟ يعني كانت ايه المشكله لو كنت استنيته وفكرت؟ وكان ايه وجه الاستعجال يعني انا خلينا نطلع لا لا اتفضل كابتن اسلام، ده انت امبارح كنت هقول لك الاربع حضرتك امبارح يعني بسم الله ما شاء الله. لا انا زعلان جدا ومتضايق الحقيقه من ما يحدث الحقيقه حوالينا، لانه كل اعضاء مجلس اداره الاتحاد ناس محترمه بصراحه، خليني اقول لكم ان هم ناس محترمه جدا جدا، ولكن على المستوى الشخصي وكلهم اصدقائي وكلهم اخواتي وكلهم يعني تعاملت معاهم من كبرهم لصغيرهم، تعاملت معاهم بشكل زملاء الملعب يعني كابتن حازم وكابتن بركات. فانا مستغرب جدا 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 مما يحدث. يعني انا متاكد ان هم عندهم رؤيه، بس ما بقالي سنتين بقول يمكن يمكن يمكن، لكن امبارح انفجرت الحقيقه. يا كابتن اسلام اللي حصل يعني استكمالا لكلام صبري، اللي حصل بس في الشهر ده يعني هنبتدي باصابه صلاح، دي اصابه يعني دي ما ينفعش اقول خطا اداري في التعامل مع اصابه. لا بص يا كابتن اسلام اهو البيان ده نزل مكتوب ايه يا كابتن اسلام؟ سيغيب عن المباراتين المقبلتين كاب فيردي ثم دور ال 16 لو تاهلنا. طيب نفاجئ بعد كده ان محمد صلاح في المؤتمر بيقول ده لسه في بيان هيطلع بعد البيان ما طلع بتاع ليفربول ان لا ده كلوب بيقول ده الراجل هيجي عشان هو اصابته مش ماتشين. كلام كلوب كان قبل البيان كمان. كلام كلوب كان قبل البيان. صحف في انجلترا كلها وهي بتتكلم يا كابتن اسلام بيتكلموا عن اصابه غير يعني مدتها غير دي خالص، وابتدينا نخش في ده صلاح هيرجع عشان هو بيتدلع ولا اصل صلاح هيلحق ماتش تشيلسي وارسنال، صلاح ما لحقش الماتشين واصابته مكمله لحد دلوقتي يا كابتن اسلام. فالنهارده انت ليه تحط الدكتور بتاعك في ازمه وتحط كابتن المنتخب بتاعك في ازمه ان انت تقول ان اصابته محتاجه مباراتين وهو اصابته لسه مكمله مع حد دلوقتي؟ نكمل البيان يا كابتن اسلام، حتى بيان الشكر بيان عفوا الاعتذار اللي هم اتكلموا اعتذروا فيه للشعب المصري عن اللي حصل في كوت ديفوار، هم من نفسهم اهو تحت خالص يا كابتن اسلام يقول لك ايه الاجتماع بتاع يوم 4 فبراير هندرس فيه كل التقارير الفنيه ونطلع نقول ايه اللي هيحصل. طيب هل من المنطقي ان حضرتك درت اماكن وشركات هل حضرتك لما بيجي لك تقرير بتدرسه ينفع تدرسه النهارده الصبح وبالليل تطلع تقول دي النتائج؟ لا طبعا لازم ناخد وقتنا خصوصا ان احنا مش مستعجلين. طيب طلعوا بالبيان اللي هنستعرضه تاني اهو دلوقتي، البيان بتاع 4 فبراير وهم بين نفسهم اللي بيقولوا اهو البيان اهو توجيه الشكر للكابتن لروي فيتوريا وجهازه المعاون ودراسه السير الذاتيه للمدربين الاجانب. طب يعني ده معناه ان انت جالك في اليومين دول. بعد كده الكابتن محمد يوسف مدرب عام، ده معناه ان انت كلمت الكابتن محمد يوسف وخدت موافقته تمام. طب النهارده تقوم جاي عامل بيان تاني؟ لا 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 اكملها بقى لحين اختيار مدير فني اجنبي صح وتشكيل باقي الجهاز. انت خلاص يعني انت مقرر ان هو اجنبي، نصحى الصبح يقول لك
الكابتن حسام حسن مدير فني منتخب مصر. يعني طبعا الكواليس بتاعت اليوم كله بتختتم بان الكابتن حسام حسن مدير فني لمنتخب مصر وكابتن ابراهيم مدير للمنتخب. طب فين الجهاز اللي مع كابتن حسام؟ ما نعرفش. طب الكابتن محمد يوسف اللي انت اعلنت ان هو مدرب عام، ايه اللي حصل معاه؟ حتى ما فيش في البيان ان انت تشكره او تعتذر له عن اي حاجه، عن اي حاجه عن كابتن محمد يوسف. على الاقل انسانيا يعني. ايوه طبعا، احتراما احترافيا اي حاجه. يعني راجل انت اللي قلت ان هو المدرب. والحقيقه سكوت كابتن محمد يوسف يدل قد ايه هو راجل محترم. راجل محترم يعني جدا يعني. بصراحه انا بحيي كابتن صحيح. محمد يوسف صحيح. على يعني ده لو كان طلع في اي برنامج وقال اي حاجه كانت الناس كلها هتعذره. بالظبط زي ما غيره طلع وقال كلام يعني. نعم زي ما غيره طلع. بس طلع ايمن لما طلع، ايمن عبد العزيز لما طلع ريح الشعب المصري. بقينا عندنا عارفين ان عرفنا ده حصل ليه، احنا ليه حصل الكلام ده، وليه خرجنا من دور ال 16 يعني. اتكلم بعدين بس يعني النهارده كل ده بيحصل، والنهارده انت عايزني انا اقتنع ان اللي حصل في كوت ديفوار ده صدفه او سوء حظ او سوء بخت او عشان بس اصل مين ضيع انفراد ولا مين؟ لا كل ده لازم طبعا تبقى نتيجته ان انت تخرج بقى من كوت ديفوار. اللي حصل في كوت ديفوار فضيحه. منتخب مصر يتعادل 4 مباريات، ما يكسبش ولا مباراه، يدخل عدد اهداف قد عدد الاهداف المستقبله، بمنتخب فيه نجوم بملايين الدولارات، مش هنقول حتى الجنيهات. لا طبعا كل ده هو ده نتاجه. ادي وكابتن النهارده كمان يعني النهارده بتقيل مدرب وجهازه وبتدفع لهم الشرط الجزائي ايا كان اتفقت معاهم هتدفعه ازاي، وبنفاجئ ان انت نفسك نفس الاتحاد عندك رجال مصريين كانوا في جهاز فني سابق، كابتن ضياء السيد، كابتن وائل جمعه، كابتن محمد شوقي، ما خدوش فلوس، ما خدوش. طب ليه ذنبهم ايه؟ يعني دول ذنبهم ايه؟ وكابتن محمد يوسف ذنبه ايه؟ فده بيديك مؤشر لايه؟ كابتن حسام حسن هل برضه هيبقى ذنبه ايه؟ ولا هو هيعرف ينفصل بكل الليله دي ويحاول يقدم نفسه بشكل كبير؟ طبعا عليه مجهود كبير بصراحه، عليه مجهود كبير كمان. بس شخصيه كابتن حسام هتعرف تتعامل مع الموضوع، شخصيته اقوى من انه يعرفوا ياكل يعني يتغاضوا عن 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 حقوق او عن حاجات هو يطلبها وبتاع. يعني شخصيه كابتن حسام اقوى من كده بكتير.